أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السائل علي محمد من الخبر يقول: ما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ فمثلا قد يصاب إنسان بمرض خطير، ربما يكون عقوبة له وربما يكون ابتلاء من الله، فكيف نفرق بين ذلك؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، الله جل وعلا لا يوقع بعبده شيئا من المكاره إلا لحكمة، فالكافر ما يقع فيه من المصائب عقوبة له بلا شك، عقوبة عاجلة. وأما المؤمن فإنما يصيبه إما يكون تكفيرا لخطاياه أو يكون رفعة لدرجاته، وقد يجري عليه الله ذلك من باب الابتلاء والامتحان ليظهر صبره واحتسابه. وكما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه. فقد يكون هذا من باب العقوبة، قد يكون من باب التكفير والتمحيص، وقد يكون هذا من باب الابتلاء والامتحان ليظهر الصابر المحتسب من غيره. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.